لان طبعا في ندوه صحفيه تانية في اذاعه ميوزك اف ام عن مباراه الاهلي والترجي، نسمع برضه. ماشي، الاهلي معناها فريق كبير نعرفوه، شفناه حتى في لي ماتش نتاعو الكل نتاع الكاليفيكاسيون، كو سوا في ليبول كي واجهناه احنا، ولا في الكارد دو فينال ولا في الدومي فينال، شفناه معناها فريق متماسك كما يلزم، فريق تحس اللي معناها فريق نتاع القاب، فريق كبير. الشيء هذا كل معناها قرن حسابنا احنا كاطار فني وكلاعبين. نعرفوا الاهلي نقاط القوه نتاعو، معناها تشوني كيب اللي تستحفظ برشا على الكره، ما تقلقش، معناها عندهم متريس تكنيك كبيره برشا اللاعبين نتاعهم، خاصة في وسط الميدان عندهم لاعبين من طراز عالي. الشيء هذا معناها ان شاء الله معناها واقفين كما يلزم ونلعبوا على امكانياتنا ان شاء الله باش نجموا نعدي مباراه طيبه ان شاء الله. وايضا في ندوه في ميوزك اف ام التونسيه، اعتراف بقوه الاهلي وتحذير من الميزه اللي بيتحلى بيها لعيبه الاهلي، نشوف هي ايه. صحيح، في المده الاخيره كما ذكرت يعني فما يمكن 9 أو 8 مباريات يا اما تعادل ولا يا اما تعادلنا ولا انهزمنا، ولكن هذا ما يلزموش يكون معناها عنده تأثير سلبي على المستوى الذهني للاعبين نتاعنا، لأنه في حقيقة مباريات اللي خضناها خاصة في العامين هذوما الأخرانيين، شفنا حتى معناها احنا الترجي التونسي الحجم اللعب اللي قمناه ضد الأهلي، وحتى على مستوى معناها صناعة اللعب والفرص اللي موجودة كنا أفضل من الأهلي، ولكن الحاجة اللي كانت ناقصتنا هي معناها الابتدائي اللي هما أكثر خبرة. صحيح نحن راهو فريق شاب، شوف انت معدل الاعمار نتاعنا نحن اليوم معناها معدل الاعمار نتاعهم هما، فما فرق كبير بين هذاك الشيء، الفرق اللي في المباريات الكبيره جزئيه الصغار وعامل خبره نوعا ما هو اللي تغلب في التسع مباريات هذوما اللي تعداو، ولكن على مستوى حجم اللعب حتى المباراه الاخيره اللي كان موجود معنا سي خالد بن يحيى في المباراه نتاع ليبول، شفنا معناها كو سوا في خاصه في ماتش روتور اللي في رادس، شفنا المباراة حتى معناها لي ستاتيستيك وحجم اللعب اللي قمناه كنا افضل من الاهلي، ولكن كما قلت لك على هفوه صغيره مسجله الاهلي وانتصرت كيف في المباريات الاخرين نفس السيناريو قاعد يتعاود، ولكن احنا مطلوبين كاطار فني باش نحفزوا اللاعبين نتاعنا ونخرجوا الفكره هذه خاصه اللي صارت في السنوات الاخيره اللي الاهلي ماخذ علينا معناها الاسوندون، دونك يلزمنا نكونوا مركزين ونلعبوا بالفالور نتاعنا. من الاخر كده كلها اراء بتعكس احترامهم للنادي الاهلي وتقديرهم ليه، لكن بدون انهزاميه برضه. بالظبط، ما زال عندهم طبعا وده طبيعي ان الترجي لا الفريق المنافس بيلعب الفاينل اخواننا. صحيح، الترجي هو المنافس التقليدي الكلاسيكي بتاع النادي الاهلي دلوقتي. بالظبط،